Jesus. مثل اول مره اسيتكم سميتو شي بداركم. الدور ديالي هو كاميليا بنت واحد المساعده. هي سميتها في سيتكم ليلى, في الحقيقه سميتها خديجه. ومالوص فيه هو كريم في الفيلم. كيبغي زعما انا بحال كيدني بنته, بحال كيبغي يديرني بنته. انا ما كنحملوش, هو كيبغي ماما, انا كنقمو. عجبني الحال الصراحه, عجبني الحال بزاف, وعجبني التمثيل. كان الحلم ديالي هو تمثيل. عندي جوج حوايج, نمثل ونكون راقصه. بحال انا اليوم عندي تورناج, البارح خديت لي دوفوار كتبتهم, اليوم في الصباح عطيتهم وجدت التورناج. ما عنديش مشكل. الممثلين كانوا كيتعاملوا معايا مزيان, وما كيديروش كيعتبروني بحال شي دريه كبيره, كيضحكوا معايا بحال عدنان من موراي كيبقى يغني ليا وكيبقى يغوز. وناري ودني كيسمعكم. دعاء اليحيوي كنت غنكون بحالها انفلونسرز كتغني. بحال انا درت موهبه اخرى, درت كليب, درت ممثل وصافي مخيط مزيان. صراحة الوليد الصغار اللي بغيو يكونوا ممثلين راقصات كيديروا الكليب كيغنيو, الصراحة بغا نقول لكم خاصهم يقراو مزيان ويجيبوا 10/10 باش هما الاولين. اللي كيقول لي خاصك تقراي مزيان وديري شي موهبة اخرى, ديري راقصة, ديري ممثلة, ديري مغنية, وكيقول لي دير اي حاجة بغيتي. نصور النهار وغنخيطهم.